مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيرو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن سخان فريش مشغالش ومركون، فإحنا هنعيده إلى العمل مرة ثانية بإذن الله. وهو ماركت فريش أهو، وزي ما أنتم شايفين شكله الخارجي كده مركون ومطرب أهو. فخليكم معانا خطوة خطوة. طبعا يا حضرات، اول حاجة هنعملها هنحل الشمعة ونشيك عليها نشوفها، لو محروقة نجيب واحدة مكانها. فهنحل المسامير دي وهنخرج الحتة دي كلها. فخليكم معانا ايه، مش عشان ما اطولش عليكم في الفل. طبعا بعد ما فوقناهم يا حضرات بالشكل ده، هنخرج الجزء ده عشان ايه نكشف عليه ونشوف الخطأ جاي من فين بالظبط. طلعنا الشمعة، فهي تقريبا الشمعة محترقة، هنبدل دي ونجيب واحدة جديدة ونشغلها. خليكم معانا برضه احنا ايه هنشيك عليها. طبعا يا حضرات بعد ما خرجنا دي كده هنقيس قدام حضراتكم، دي بايظة هنقيسها بالافوميتر. نجيب الافوميتر كده وتجيبه على الوضع ده كده زي ما انتم شايفين كده. احنا لو لزقنا اتنين دول في بعض اربع الشاشة لو كده يبان انه ايه موصل. طبعا احنا اول خطوة هنشيل الترموستات بتاع ده، هنخرجه اللي هو ده، وهنقيس الشمعة دي كده قدام حضراتكم. طبعا زي ما شايفين مش متحركة ايه على الشاشة. طبعا احنا ايه هنستبعد دي وجبنا واحدة جديدة هنركبها ادي اهي قدام حضراتكم. جبنا واحدة جديدة وهنجيب الانكي وهنفك الالانكي ده. طبعا جبنا الالانكي هنفكها قدام حضراتكم. نثبت الالانكي كويس فيها. طبعا احنا فكناها قدام حضراتكم وشلنا المسمار ده، هنطلع الجزء ده كده. زي ما شايفين كده قدام حضراتكم هنستبعد دي. طبعا هنشيل البلاستيك ده الاول وهنستبعد دي خالص كده، دي بتاعت القديمة. دي.
زي كده. طبعا احنا هنثبت دي الاول اللي فيها الكليبسات، وبعدين هنروح مركبين دي بالشكل ده كده، نثبتها كده قصاد الخرام بتاعت الفتحات بتاعت المسامير، وبعدين نجيب دي كده نخلي الترموستات فتحة الترموستات قصادها بالظبط، ونروح مثبتين كده. كده ثبتناها على الوضع الصحيح. بعد كده هنجيب الألنكيه وهنروح رابطين. طبعا لازم نربط عليها كويس عشان دي ايه ما تشرش ميه. بس كده تمام. نخلع الالنكيه كده، لو قسنا دي بالافوميتر هنلاقيها مظبوطة قدام حضراتكم. زي ما انتوا شايفين في الشاشة ايه، هنرجع نركبها في السخان، شغلانة سهلة وبسيطة. السخان كده بالشكل ده. اهم حاجة نقابل المسامير قصاد بعضها. فانا هثبتها. طبعا يا حضرات بعد ما ثبتناها كويس بالشكل ده وفرجنا المسامير، هنركب الوراد الاول كده. كل واحد ليه وردة وصمولة. هنربط المسامير دي. طبعا لازم تقرب عليهم مظبوط برضي عشان ما ينشرش مية يتعبك وترجع تحل تاني. تجيب بيبة 10 زي دي كده وتقرب بيها، قرب عليهم الاول كده على الخفيف، وبعدين ايه تزود عليهم. طبعا بعد ما انتهينا من عملية التربيط كده نشيكوا عليهم مسمار مسمار كده كده كله تمام. هنجيب الترمستات ونركبه بالشكل ده كده كده. ركب مفيش غير ايه، نوصل الكهرباء نعبيه مية الاول، وبعدين هنوصل الكهرباء ونجربه. وجبنا له ايه لمضة بيان، مفهوش لمضة، جبنا لمضة هنثبتها هنا في الحتة دي كده، وهنركب سلكها هنا. خليكم معانا برضي عشان تو ايه لما نظبطه على درجة حرارة معينة كده زي ما احنا عايزين يفصل، نشوفه شغال ولا ما شغالش.
رمضة البيان هنركب طرف هنا وطرف هنا، فأنا هثبتهم كويس وارجع لكم. طبعا احنا ثبتناها بالشكل ده زي ما انتم شايفينها قدام حضراتكم، مفيش غير نوصل سلك الكهرباء هنا ونعبيه مية ونجربه قدام حضراتكم. طبعا يا حضرات احنا وصلنا له خرطوم كده وهنعبيه مية زي ما انتم شايفين كده. هنركب الخرطوم هنا، هنفتح حنفية قدام حضراتكم اهي، فهنحط الخرطوم فيها كده نعبيه مية عشان الشمعة ما تتحرقش لما نجرب. هنستنى عليه لحد ما يتعبى على الآخر، وبعدين نوصل عليه الكهرباء ونشوفه هيفصل ولا مش هيفصل. طبعا يا حضرات ترسناه مية على الآخر كده زي ما انتوا شايفين المية طالعة من فوق اهي بتاعته. هنشيل ده خالص، هنفتحه سن قدام حضراتكم عشان يبقوا ايه هذا. المية طالعة على الآخر وهم عباية على الآخر مية. دلوقتي هنجربه على الكهرباء. طبعا ايه هنوصله على الكهرباء قدام حضراتكم كده توصيلة خارجية قبل ما نركبه، نشوفه ايه ظروفه. بعد ما عبيناه مية نثبت دوره مظبوط. كده ظبطناها كويس، نركب دي مكانها بتاعت لمضة البيان. على بركة الله نوصل الكهرباء زي ما شايفين حضراتكم كده اهو نور. ايه هنزود كده لحد ما ايه، طبعا شايفين الميه بتطلع اهي انه معباه معباه ميه على الاخر. طبعا هو هياخد وقت على بال ما هيسخن. شايفين قدام حضراتكم اه شغال. طبعا هنستنظره انه ما يفصل، يعني ظبطته على الفاصل كده يعني يفصل بعد شوية كده سخن على الاخر اه فصل. طبعا يا حضرات هننضفه زي ما شايفين هو شكله موسخ شوية، هننضفه عشان نركبه على طول جاهز بالمية. هننضفه كويس كده وننشفه. طبعا احنا انتهينا كده يا حضرات، خليناه جديد اهو زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. فالعجبوا الفيلم ياريت يدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة. كان معكم ابو كيرو للهندسة والابتكارات، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.